انا اصلي مشكلتي ان انا لما بحس حاجه قوي وبشوفها بشوفها يعني انا بصدق قوي فصدقها قوي الحاجه دي وبعدين مع الوقت اكتشف ان الحاجه اللي انا كنت مصدقاها قوي دي تطلع يعني كذبه كبيره لعبه كبيره يعني في بيحصل حصل معايا قبل كده طبعا اولا الصدمه بتبقى داخليه الاول طبعا وبعدين غصب عني طبعا رد فعلي خلاص بقفل تمام ايه اللحظه اللي في حياه حلا وهي صغيره مثلا تحولت مثلا من البراءه للقوه شويه او من ان انا عايشه وبفكر وشايفه الحياه بطريقه معينه ودلوقتي حالا بعد صدمه او موقف ما قررت ان انا اشوف الحياه بطريقه ثانيه مشكله ما حصليش ولا اي حاجه كده يعني وانا صغيره ده من كام سنه يعني من الفترات اللي فاتت دي بس قريب. مش من زمان قوي قريب هي التجربه ككل غيرت في اي حاجه انا حسيت ان لازم ابقى اقوى ولازم بقى ابتدي اركز انا بقى مع حلا مش مع اي حاجه في لحظه وقفتيها كده مع حلا يس قلت لها تعالي قلت لها 1 2 3 في كندا قبل ما ارجع مصر المره الاخيره دي خدت قرار ان انا قاعده طول الوقت خدت بالي اني بفكر في اللي حواليا اكتر ما بفكر في فيا مش عشان انانيه لا ان انا براعي قوي مشاعري قوي بزياده براعي فاهمه اكتشفت ان انا قلت لنفسي تعالي هنا اقعدي كفايه كفايه بقى كفايه اللي انت بتعمليه عشان انا كنت تعبانه ما كنت بتقعدي تفكري في ده وفي ده وفي ده ومشاعر دي ومشاعر ده وبتنسي نفسك عايزه ترضي كل الاطراف وبتنسي نفسك بتنسي ترضي نفسك انا نفسي لا نسيت ان انا تعبانه انا نفسي اطلع من التعب اللي انا فيه فاكتشفت ان انا اول حد لازم انقذه انا الاول انا وبعدين اعرف اشيل معايا اي شيله تانية فاهمه فده اللي حصل لي وفعلا انا عمري ما هنسى اللحظه دي لان كانت لحظه فاصله في حياتي الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب ومش هتساعدك بنفس ال يعني مش هيقولوا لك كلام كتير ناس كتير هقف معاكي وساعدك مفيش كلام ده مفيش حاجه اسمها كده ولو عملوا ده تبقى بمقدار قليل فلا ما تديش قوي ما تصدقيش قوي ما تحس بزياده قوي خلي دايما في حته ان لا انا اعمل حاجتي لنفسي وانا اقوم بنفسي وانا اقف على رجلي لنفسي لان هو ده الصح انا وفهمت الحته دي في المرحله دي قعدت القعده اللي انت بتتكلمي فيها دي بالظبط دي مش هنساها في حياتي يعني دي كانت فيصل في حياتي قلت تعالي هنا انت هتروحي لفين اقفي واعملي كذا وبطلي وخبطي تفكري فكري انت هتعملي ايه دلوقتي حبي نفسك انت دلوقتي بدات تدي حلا بدات ادي حلا